الآلاف من الأطنان المتحركة بسرعات هائلة لمئات الكيلومترات. سلامة وصولها هي مسؤوليتك، ولو فقدت تركيزك للحظات غالباً ما راح تتفادى الإصابات والحوادث. في برنامج شجعان حناخذكم في رحلة مع أبطال سعوديين اختاروا العمل بمهن خطر، وحنعيش يومهم ونسمع قصصهم، والأهم نكتشف سر شجاعة واربطوا الأحزمة. رحلة بدأت. الصيانة الدورية للسيارة أو للدراجة تعتبر من الأشياء المهمة، حتى لو الأغلب يتهاون فيها، إلا أنها تأثر على المدى البعيد على أداء السيارة وتوفر عليك مصاريف تصليحها لما تتعطل. يمكن موضوع الصيانة على مستوى السيارات أمر يمكن التهاون فيه، لكن لو نتكلم عن الصيانة الدورية للطائرات والسفن والقطارات يختلف كثير، ويكون أكثر أهمية والتهاون فيها يمكن يسبب كوارث وحوادث. في حلقتنا اليوم راح ناخذ نظرة على كيفية صيانة أحد أهم وسائل النقل عندنا في المملكة واللي هي القطارات، وراح يكون ضيفنا فيها عبد الرحمن العمري فني صيانة عجلات القطار اللي بياخذنا في جولة في ورشة النعيرية لصيانة القطارات، ونشوف كيف تتم عمل صيانة عجلات القطارات. مهنة فني أول صيانة متحركات تندرج تحت أقسام عدة، مثلاً صيانة القطارات، صيانة العربات. تخصصي أنا في الشركة اللي هو صيانة الشاصيات للقطارات. الشاصيات تتكون من عدة أجزاء، من ضمنها العجلات والمواطير. طبيعة عملي بشكل يومي اللي هو توفير الصيانة والإصلاح للعجلات والمواطير. أهمية مهنتي تتركز في توفير الصيانة الدورية والصيانة التصحيحية لعجلات القطار، تقريباً أهم مركب للقطار لا سمح الله، تفادياً كوارث خروج قطار عن مساره، تأخير في الرحلات، ممكن أنه الإهمال في صيانة العجلات ممكن أنه يسبب الحاجات هذه وأكثر، بالذات لما نتكلم عن رحلة قرابة 2000 كيلو ذهاب وإياب للقطار بحمولة تقديرية يعني بمئات الأطنان. فالضمان سلامة الحمولة والأرواح لا بد أن نتأكد من سلامة العجلات قبل إطلاق القطار للخدمة. كل يوم يتم نقل آلاف من الناس ومئات الأطنان من البضائع اللي تساوي ملايين عبر الشبكة الحديدية للقطارات بالمملكة بواسطة قطارات مختلفة الأنواع بشكل يومي بدون توقف. وبسبب العمل الغير متوقف للقطارات وعوامل الطقس المختلفة اللي تمر فيها على مدار السنين يخليها عرضة للأعطال وتلف المعدات والأجهزة اللي فيها، وأي عطل بهذه القطارات قد يسبب شلل لحركة السكة أو تلف البضائع المراد نقلها أو حتى حادث شنيع يتضرر منه المسافرون عليها. لهذا وجد مفهوم الصيانة الوقائية، وهو نوع من الصيانة يتيح لنا التنبؤ بالمشكلة أو العطل قبل لا يصير، بحيث يتم فحص وتقييم أداء كل قطار وإصلاح أي عطل ممكن يصير، إضافة لتبديل أي قطعة على وشك التلف. وهنا تكمن أهمية مهندسين وفنيين الصيانة المؤهلين والمدربين على أعلى مستوى لتأدية هذا العمل المهم والحساس، عشان تفضل القطارات اللي تساوي ملايين سليمة. والأهم من هذا كله هو حماية أرواح المسافرين والعاملين عليها. شرح لنا عبد الرحمن أهمية مهنته لسلامة الركاب وكل ما على القطار وضمان دقة المواعيد في الوصول والانطلاق للقطارات في وقتها. الحين خلونا نسمع كيف شاف الفرق بين السفن والقطارات، وكيف آلية العمل في صيانة القطارات، وإيش أبرز مخاطرها وتحدياتها. أهمية
يتبادر لأذهان في البداية أول ما أقول أني موظف سار قائد قطار. في وظائف كثير متعلقة بالخطوط الحديدية. أحياناً الشخص اختار مهنته، أحياناً المهنة تختار الشخص. شدتني القطارات للأمانة بعد فترة من تخرجي ووظيفتي السابقة. أنا سابقاً كنت أشتغل فني صيانة سفن، وكان تخصصي فني إلكترونيات. فلما وصلت هنا سار قدمت لي تدريب عالي، سواء في الفيلد أو في الفصول الدراسية، وفرت لي تدريب عالي بحيث أني أعرف أتعامل مع القطارات اللي موجودة عندي. المخاطر كثيرة، قسم الكومبو وقسم الشاصيات وصيانة الأجزاء السفلية من القطار شغل ثقيل. يعني لما نشيل بعض الأجزاء بالوينش في خطر السقوط يكون كبير جدا، مع أنه موفرة سلاسل جديدة تم الفحصها بشكل دوري، إلا أنه القطع الكبيرة هذه ممكن أنها لا سمح الله تسقط وتأذي أحد. طريقة تركيب البوجيات أو الشاصيات مرة أخرى في القطار، الشخص يضطر أنه يمشي بشكل كامل تحت القطار حتى يوصل الشاصي للمكان اللي مخصص له. طريقة تنزيل المحاور من القطار، يعني بعض الأحيان نضطر أنه ننزل محور واحد في طريقة تنزيله تكون مخيفة للأمانة، لكن الشخص يتبع وسائل السلامة الموفرة له، ونقول إن شاء الله أنه ما يصيب أحد أي مكروه. يا رب أحب أني أكون في الميدان، أحب أني أشتغل بنفسي، فأكره أني أتقبل وظيفة مكتبية مريحة وأفضل عليها وظيفة صعبة. نفسياً أميل أكثر للتعب والشغل البدني المرهق بشكل كبير، عشان أحس أنه أنتجته، عشان أحس أنه يومي اكتمل. أخذنا فكرة عن تحديات ومخاطر صيانة معدات بهذا الحجم والضخامة، وصار الحين لازم نشوفها. تابعونا بعد الفاصل، بنشارك عبد الرحمن في مهمة حية لإصلاح أحد القطارات، ونشوف كيف تتم العملية خطوة بخطوة. لا تروحوا بعيد، راجعين. نظام العمل في الورشة نظام شفتات 24 ساعة، الورشة تشتغل 7 أيام في الأسبوع ما تتوقف. بداية الصباح تقابل أنا وزميلي اللي كان مداوم، ويعطيني معلومات كاملة عن العمل المنجز، العمل الباقي، مشاكل، إذا في مشاكل، تحديات، وبعدها أنطلق أنا من هنا. توفير وسائل السلامة إذا بيحتاجون، سواء قفازات، نظارات، أي شيء يحتاجونه يتم توفيره. يتم تقسيم الأعمال بحيث أنه كل شخص ومؤهلاته، حتى يخلص اليوم يجي الشخص اللي بعدي وأعطيه يعني معلومات عن العمل اللي أنجزته والعمل الباقي، وبرضه يتبلغ الرئيس المداوم بالإنجاز اللي صار والإنتاجية اللي صارت. تساهم سار بفخر في تحقيق رؤية المملكة 2030، اللي تهدف لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط قارات العالم الثلاث من خلال تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة. وتتولى سار تشغيل وإدارة أحد أطول أساطيل الشحن في العالم، بطول يصل إلى 3 كيلومتر وقدرة استيعابية تبلغ 16,000 طن. تتكون الخطوط الحديدية السعودية سار من شبكة عملاقة تمر عبر محطات تربط أقصى شمال المملكة بالعاصمة الرياض، وبالموانئ الواقعة على الخليج العربي في المنطقة الشرقية لنقل الركاب والبضائع ومواد التعدين، بالإضافة إلى قطار الحرمين الشريفين اللي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة،
والميناء الجاف بالرياض التابع لشركة السعودية للخطوط الحديدية. تصنف شبكة قطار الشمال والتي يبلغ طولها 2750 كيلومتر كأطول خطوط حديدية في العالم، وتستخدم أفضل نظام إدارة للحركة وهو نظام فريد لضمان التشغيل التوافقي لشبكات السكك الحديدية ورفع مستوى الأمن والسلامة للركاب والموظفين والبضائع. يبلغ طول الإجمالي لشبكة قطار الشرق حوالي 1775 كيلومتر، ويعتبر قطار الحرمين الشريفين أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، واللي تبلغ سرعته 300 كيلومتر في الساعة. ويعمل فريق كبير من السعوديين في ورش صيانة القطارات والمقطورات المخصصة للشحن والتعدين اللي تعتبر أكبر محطة بالشرق الأوسط، وتقع في محافظة النعيرية شمال شرق السعودية، من بينهم خريجين من المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية في بريدة معهد سرب. نحن الآن في شركة سار في قسم صيانة القطارات، وبالأخص في قسم صيانة الهياكل أو الشاصيات، أو مثل ما يسمى هنا قسم الكومبو. قسم الكومبو يتخصص في صيانة العجلات، صيانة المواتير أو الجير بوكس. الجير بوكس اللي يكون عبارة عن غطاء يجمع الماتور مع العجلة بحيث يتم تعبئته بالزيت في وقت لاح. القطار الموجود اليوم جانا عنه تقرير أنه في عطل في الماتور، وتم استلام القطار واستخراج الماتور منه وتبديله بماتور آخر، ونحن الآن في المرحلة الثالثة وهي عبارة عن إعادة الماتور المصلح لنفس الهيكل أو نفس الشاصي حتى يتم إرجاعه في نفس القطار، وبعد ذلك إطلاقه للخط الرئيسي للخدمة. شرح لنا عبد الرحمن خطوات ومراحل صيانة عجلات القطارات، وجاء الآن الوقت لتنفيذها. في البداية يتم الإبلاغ عن وجود عطل في القطار، فيتم استقباله وتم إدخاله داخل الورشة، إيقافه على الطاولة هنا وعلى الحفرة بحيث يتم فصل الجزء السفلي عن الجزء العلوي. بعد هذه المرحلة من الفصل يتم إدخال القطار على منطقة الجاكات والرافعات ورفعه واستخراج البوقيات أو الشاصيات. بعد أن نجيبها على الأرض الورشة هنا تم فصل الأجزاء المتضررة، سواء كانت عجلة، سواء كان موتور، سواء كائنا ما كان من الأجزاء المتضررة، فكان جزء واحد، كانت جميع الأجزاء الستة، فيتم فصلها وإخراجها على الأرض هنا وبداية العمل عليها بحيث يتم فكها بالكامل، تنظيفها، صيانتها، تشيك الأعطال الموجودة فيها، رفع تقارير، أخذ قرارات، ثم بعد ذلك يبدأ العمل على التجميع مرة أخرى. في هذه المرحلة سيتم رفع الجزء هذا أو ما يسمى بالكومبو، بعد طرحه على الأرض تم جلب الشاصي بالكامل ووضعه بالكامل على الكومبو بحيث أنه تتكمل الثلاث العجلات، بحيث أن كل شاصي يحتوي على ثلاث عجلات مع ثلاث مواتير. فحالياً الشاصي فيه ماتورين مع عجلين، الثالث تم استخراج التصليحة، تم الانتهاء من التصليح بحيث يتم إعادته لنفس الشاصي وتجميعه مع بعض. بعد تركيب الجزء السفلي تم شده بالمسامير والتأكد من أنه في كمية التورك اللازمة له، أنه انشدت فيها البلوط بالطريقة السليمة. يعطيني السلج، يبغى له ضربة. تم تثبيت الأكسل أو المحور
عن طريق الادابتر كاب من الجهتين وبمسمارين في الوسط تسمى الهاك بولت. التشوكات او المصدات الارضيه تم وضعها بحيث انه توفر امان للبوغي انه ما يصطدم في القطار وهو موجود على الجاكات، فتكون من ضمن السلامه. زي ما شفنا الشباب ما قصروا واتموا مهمتهم بسلامه ونجاح، وباذن الله كل المهام والقطارات والسكك تظل امنه وسليمه. بعد ما انتهينا من الفك والربط والرفع جاء الوقت اللي نرتاح فيه شوي ونسمع من عبد الرحمن قصص ومواقف عاشها وهو يؤدي هذه المهنة. لا تروحوا بعيد، راجعين لكم بعد الفاصل. كيف كانت أول تجربة لعبد الرحمن؟ وإيش في مخاطر متوقعة وغير متوقعة يواجهها خلال صيانة القطار؟ خلينا نسمع منه. من القصص اللي صارت معي كان في أيام الصيف، في أيام الحر. بالعادة أيام الصيف أيام الحر تطلع الثعابين، تطلع العقارب. في اهتمام من الشركة ترش مواد الحماية، بس في هذاك اليوم كان فيه ثعبان دخل للورشة، ومع دخوله الورشة فيه غرفة عندنا تحت الأرض مفرغة طاح داخلها. بعدها بكم يوم أنا كنت أشتغل وطاح لي واحدة من الأدوات اللي استخدمها في عملي، طاحت لي داخل الغرفة هذه. الغرفة هذه يمكن عمقها قرابة 25 متر 30 متر. فنزلت الغرفة وكنت أمشي يعني بدون ما أشوف أي شيء قدامي، فطلعت جوالي شغلت النور جلست أشوف، فحصلت الغرض اللي كان طايح مني. فلما مديت يدي بشيل الغرض لاحظت إن في ثعبان جالس قريب من الأداة حقتي هذه. فكان هذا من الأشياء اللي واجهتني هنا. تحصل يعني، الواحد ما يتوقعها بس برضه تحصل. شعور إنه في أول يوم أشتغل على ماكينة القطار كان شعور مرة جميل. كان في ثقة عالية، كان في رؤية من الناس إنه الشخص هذا عنده شيء يقدمه، عنده إمكانيات، نبغى نستكشف الإمكانيات. فأذكر أول يوم كان يوم حلو، كان يوم جميل. تعتبر القطارات من وسائل النقل الأكثر أماناً في العالم، وهي وسيلة التنقل الأسهل وتكلفتها أقل من وسائل النقل الأخرى. ولكن مع الأسف أي أهمال بسيط في صيانتها ممكن يسبب حوادث كبيرة، مثل حادث قطار فرنسا في 12 يوليو 2013. صار حادث كبير في جنوب فرنسا لقطار كان، وكان فيه 385 راكب، وعلى سرعة عالية انقلبت العربات واقتحم القطار الرصيف، ونتج عن هذا الحادث مقتل 7 أشخاص وإصابة عشرات. وكانت هذه إحدى أسوأ حوادث القطارات في فرنسا من سنوات. وبعد 9 أعوام من وقوع هذا الحادث قضت المحكمة في منطقة بضواحي جنوب فرنسا بإدانة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهمة القتل بسبب الإهمال والتسبب في وقوع إصابات. فالسبب الرئيسي اللي استنتجته المحكمة بعد التحقيقات هو سوء الصيانة من جانب الشركة واللي أدى لوقوع هذه الكارثة. وأفادت صحيفة لوموند بأن المحكمة قامت بتغريم الشركة 300 ألف يورو. حوادث كبيرة ومخيفة مثل هذه غالباً ما يكون سببها ضعف وإهمال في جانب الصيانة، خاصة الصيانة الدورية، واللي ممكن الشركات تتفاداها بفرض برامج تدريب شاملة للفنيين على أعلى مستوى.
في الأخير بعد ما شفنا وفهمنا كل شيء نجي للسؤال الأهم اللي خضنا عشانه رحلة ممتعة وصعبة عشان نجاوب عليه ضيفنا، واللي هو إيش مصدر شجاعتك؟ المهنة هذه أضافت لي كثير، أضافت لي الصبر. كون إنه شخص يصحى كل يوم الصباح ويعرف إنه بيروح دوامه بيكون يومه مرهق إلى أبعد درجة، بيكون في شغل كثير، مو شرط إنه ذهنياً جسدياً أبغى يمشي بالزمن 30 سنة 20 سنة قدام حتى أشوف السكة الحديد وخدمات السكة الحديد والقطارات، لوين امتدت، وين بتروح، المناطق اللي مرت فيها، الخدمات اللي قدمتها، بحيث إنه ما راح يكون بينها فرق وبين المملكة فرق وبين الدول الأوروبية والدول العربية في توفير خدمات النقل اللوجستي للركاب للشحن. فهذه من الأشياء اللي تخليني أقوم كل يوم الصباح وتخليني أروح لشغلي وتخليني أنتج. فهو حلم أكثر من أنه يكون شجاع. أحب أشكر شركة سار توفيرها تدريب دعم، أشكر قيادتنا الرشيدة لدعمها وتمكينها شباب وشابات الوطن من العمل في كافة المجالات والمراكز التي تساعد بنهضة المملكة لتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل. صباح الفخر لحلم الغروب، نرفع الهامات من فوق القمم، والمحيط غيوم من تحتها بوق، فوق المجد السعودي والشيم. للوطن شجعان نجد قلب المملكة منها نجوم، والشمال الطيب والشرق الحياة، وفي الجنوب العز في ذود الحدود، وغربها البيتين وأسباب النجاة. للوطن شجعان بالصبر والعلم حققنا الطموح، جاوزت هماتنا كل الصعاب، والتحدي نعشقه فكرة وروح، وانت قفل باب نفتح ألف باب.